تفضل. وعليكم السلام شيخ. تفضل، ماذا عندك؟ أنا عندي سؤال بسيط يا شيخ. نعم. ماذا تقول في مسألة ضلع الزهراء، ولماذا وقتها وقف الإمام علي دون القصاص من لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منعه وحرم عليه الخروج بالسيف. بس دليل على ذلك انه دليل على ذلك اعطيكم من كتبكم ومن كتبنا. اما من كتبكم وهذا، لماذا امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يخرج بالسيف؟ ها هي دليله من كتبكم، صحيح مسلم للحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، طبع دار الفكر، طبع سنة 1432، دار الفكر بيروت. باب الأمر بلزوم الجماعة في كتاب الإمارة، رقم الرواية 4678، عن حذيفة ابن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تصنع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاصنع وأطع. فهذا صريح، يكون بعدي أمراء أئمة حكام قلوبهم قلوب الشياطين، أرواحهم عقيدتهم نفوسهم إبليسية، شيطان في بدن الإنسان، في جسم الإنسان، في جثمان الإنس. لا يستنون بسنتي، لا يهتدون بهداي، و بلي هذا هم صفتهم. قال: أله قاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، لا تقاتل. هذا صريح. فإذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يخرج على أمر بالسيف حسب قواعدكم، وأنتم ما رويتم إن ذلك كان حراما عليه أن يخرج حسب ما أنتم رويتم في كتبكم. وأنا أيضا أريكم شيئا من من كتاب أبي داود السجستاني، هذا سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، طبع دار الفكر، طبع سنة 1426، دار الفكر بيروت. كتاب السنة باب في قتل الخوارج، رقم الرواية 4759، بسنده عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفي؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقه ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمره بالصبر، هذا من ناحية من كتبكم. أما ما جاء في كتبنا فهو أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالصبر وبعدم الخروج إن لم يجد أعوانا وإن لم يجد أنصارا، فإن ذلك في كتبنا موجودة. هذا كتاب الأصول من الكافي للكليني قدس الله نفسه الزكية، طبع دار الكتب الإسلامية، طبع طهران دار الكتب الإسلامية. في هذا الكتاب، في كتاب الحجة، في كتاب الحجة
بلي. باب أن الأئمة عليهم السلام لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله. بل أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام لا يعملون شيئا. أين هذا؟ هذا صفحة 279. تسعة وعشرين. لا إله إلا. كم كان الصفحة؟ 227. آه. 279 عفوا. أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بأحد من الله عز وجل وأمر منه لا يتجاوزونه. بلي إن الوصية نزلت من السماء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتابا، لم ينزل على محمد كتاب مختوم إلا الوصية صلى الله عليه وآله. فقال جبريل: هذه يا محمد، هذه وصيتك في أمتك عند أهل بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي أهل بيتي يا جبريل؟ قال: نجيب الله منهم وذريته، ليرثك علم النبوة كما ورثه إبراهيم، وميراثه لعلي عليه الصلاة والسلام وذريتك من صلبه. وكان عليه خواتيم. قال: ففتح علي عليه السلام الخاتم الأول ومضى لما فيها، ثم فتح الحسين عليه السلام الخاتم الثاني ومضى لما أمر به فيها. فإمام أمير المؤمنين عزم فعل كل شيء بأمر من الله. وفي نفس الباب رواية، بل الرواية الرابعة في هذا الباب، قال أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: أليس كان أمير المؤمنين عزم كاتب الوصية ورسول الله مملي عليه وجبريل والملائكة المقربون شهود؟ قال: فأطرق طويلا ثم قال: يا أبا الحسن، قد كان ما قلت، ولكن حين نزل برسول الله صلى الله عليه وآله الأمر نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا نزل به جبريل مع أمناء الله تبارك وتعالى. فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، مر بإخراج من عندك إلا وصيك ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها، يعني علي عليه السلام. فأمر النبي صلى الله عليه وآله بإخراج من كان في البيت ما خلا علي عليه السلام وفاطمة فيما بين الستر والباب. فقال جبريل: يا محمد صلى الله عليه وآله، ربك يقرأك السلام ويقول: هذا كتاب ما كنت أحدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي، وكفى بي يا محمد صلى الله عليه وآله شهيدا. قال: فارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وآله. فقال يا جبريل: ربي هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام، صدق عز وجل وبر، هات الكتاب. فدفع إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فقال له: اقرأ. فقرأه حرفا حرفا. فقال: يا علي صلوات الله عليه، هذا عهد ربي تبارك وتعالى إليك وشرطه علي وأمانته، وقد بلغت ونصحت وأديت. فقال علي عليه السلام: وأنا أشهد لك بأبي وأمي أنت بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قلت، ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي. فقال جبريل عليه السلام: وأنا لكما على ذلك من الشاهدين. في جملة هذه الوصية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله أخذ أحد من أمير المؤمنين عليه السلام، والرسول شاهد، وجبرائيل وميكائيل والملائكة والمقربون شهداء. بل فقال بل فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرى النسمة، لقد سمعت جبريل عليه السلام يقول للنبي: يا محمد عرفه، إنه ينتهك الحرمة، وهي حرمة الله وحرمة الرسول، وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فصعقت حين فحمت الكلمة من الأمين جبريل عليه السلام حتى سقطت على وجهي، وقلت: نعم، قبلت ورضيت، وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخذبت لحيتي من رأسي بدم عبيد، صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك.
فأشهدهم، هذا جملة، فأشهدهم رسول الله، وكان فيما اشترط عليه النبي بأمر جبريل عليه السلام فيما أمر الله عز وجل أن قال له: يا علي، تفي بما فيها من موالاة ولي الله ورسوله والبراءة والعداوة من لمن عادى الله ورسوله والبراءة منهم على الصبر منك وعلى كظم الغيظ وعلى ذهاب حقي وغصب خمسك وانتهاك حرمتك. فإن أمير المؤمنين عزيزم كان مأمورا من الله بالصبر، بأن لا يخرج بالسيف،